السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقترب من اليوم 80 للحرب، هذه الحرب التي أذاقت الناس الويلات وأجبرتهم على دفع ثمن باهظة جدا لم يسبق لها مثيل. اليوم على الرغم من كل هذا، من كل هذا الوجع ومن كل ما يجري، ما جرى ويجري، بالتأكيد نحن واثقون جدا بأن هذه الحرب سيأتي يوما ما ولحظة ما ستنتهي، ستتوقف، ستضع أوزارها. نحن بدورنا أو من تبقى منا سوف نعود إلى الكتاب، إلى البيوت، سنعمرها من جديد، سنسكنها من جديد بمن تبقى، بمن حضر. أكيد على الرغم من كل شيء، لأنه ببساطة لا خيار، لا يوجد لدينا خيارات أخرى غير هذا الخيار، لأنها ببساطة أرضنا، عشنا فيها، ولدنا فيها، ترعرعنا فيها، وتربينا فيها، وننتمي إليها، وبالتأكيد نحن جاهزون لدفع مهرها. السلام عليكم.